هلا جايز، الفيديو ده المرة دي عن اول الناس اللي هي بتشات كتير او بتبعت ايميلز في شغل كتير. ساعات كتير بتبعت ايميلز او بيتبعت لك ايميلز بتلاقي فيها شوية حروف كده انت مش فاهم الحروف دي بتاعت ايه، يعني انت فاهم الايميل كله بس مش فاهم الحروف دي بتاعت ايه. فانا جبت لك النهاردة شوية حروف كده بتتكتب جنب بعضها بتبقى capital letters بس انت مش عارف actually الحروف دي بتاعت ايه او معناها ايه، او عارف بعض منها بس مش عارفهم كلهم. يعني مثلا زي ASAP. ASAP يعني as soon as possible. As soon as possible يعني بأسرع وقت ممكن. AFAIK. AFAIK يعني as far as I know، يعني على حد علمي. As far as I know. اوكي؟ AKA. AKA يعني as known as. As known as يعني زي ما هو معروف. Approx يعني approximately. Approximately يعني تقريبا. BAC. BAC يعني by any chance. B ونمبر 4 يعني before. IDK. IDK يعني I don't know. I don't know يعني انا معرفش. BRB ودي تكتب كتير في الاي في الشاتنج. BRB يعني be right back. BRB يعني be right back. BTW. BTW بنشوفها كتير قوي معناها by the way. By the way يعني بالمناسبة. CC. CC يعني carbon copy. CC دي بنلاقيها في الايميلز. CC carbon copy يعني صورة طبق الاصل. See you يعني see you يعني اشوفك قريب او مره تانية ان شاء الله. EA dot يعني each يعني كل. EOF يعني end of file. End of file. عندي برضو COD يعني cash on delivery. cash on delivery يعني بتدفع اول ما بيوصل لك الحاجة. F2F يعني face to face. F2F يعني face to face. FWD دي بنلاقيها كتير في الأجهزة الإلكترونية يعني forward يعني لقدام. FYI يعني for your information. TIA يعني thanks in advance يعني شكرا مقدما. GA يعني go ahead يعني كمل اللي بتعمله. hand HAND يعني have a nice day يعني بتمنى لك يوم جميل. IOW يعني in other words يعني بمعنى آخر. in other words يعني بمعنى آخر. IMO in my opinion يعني في رأيي. IMO يعني in my opinion يعني في رأيي. عندي برضو IMHO نفس الكلام بس in my humble opinion يعني في رأيي المتواضع. في برضو ROM يعني read only member يعني read only member. عندي في حاجة تانية اللي هي RSVP يعني respondi servo play يعني please جاودي French. في كمان RE يعني regarding يعني بالنسبة لكذا. وآخر حاجة هي ال RTFM اللي هي the friendly menu. Thank you so much for watching the video. أتمنى الفيديو يكون عجبك. If you like the video please press like and share and subscribe on YouTube. ولو عندك أسئلة please write it below in the comments. Bye bye.